نروح لفقرتنا ونشوف آخر مستجدات برنامج تكافل وكرامة. هنروح مع بعض دلوقتي نشوف تقرير حول شركة كوكا كولا التي نظمت احتفال وصول درع كأس العالم في كايرو فاستيفال بالتجمع في إطار الجولات الترويجية التي تنظمها فيفا لنهائيات كأس العالم في البلدان المؤهلة للبطولة. الفنان محمود العسيلي كان بيحيي الحفل وأيضا فرقة كايروكي. نشاهد. جايين طبعا عشان نشوف احتفاليه كاس العالم والتروفي ان هي بتيجي كل 4 سنين بتلف العالم كله. كانت موجوده في مصر في 2013 تحت سفح الهرم والسنه دي هنا في كايرو فيستيفال، فجايين نشوف كاس العالم قبل ما نسافر لروسيا ان شاء الله. احتفاليه جميله، جاي عشان كاس العالم. اول مره مصر توصل كاس العالم من 30 سنه، فحاجه كويسه ان هي جت تتفرج كاس العالم يبقى هنا وتصور معاه. بصراحه جو الاحتفاليه نفسها لطيف يعني. لا حلو قوي والجو جميل كاس العالم، فمفيش احسن من كده. قول لي بقى رسالتك ايه للمنتخب النهارده؟ والله رسالتي للمنتخب يعني يا رب يشرفونا، ومش عايزين بس نعتمد على صلاح، يعني عايزين الباقي يبقى مع صلاح. بصي، هو احسن حاجه ان الكاس بيزور مصر لاول مره واحنا وصلنا. هو زار مصر قبل كده مرتين، دي تالت مره، بس دي اول مره واحنا في كاس العالم. فطبعا نشجعهم نقول لهم ايه؟ ربنا معاكم يا رب يشرفونا بقى. ربنا معاهم ان شاء الله، واحنا باذن الله قادرين ان احنا نعمل حاجه باذن الله. يا رب، بنقول يا رب مش اكتر. حدث كبير النهارده ان كاس العالم يزور مصر. طبعا طبعا، انا من 30 سنه شفته انا قد كريم ابني، فيعني الحمد لله اللي انا شفته. مبسوط النهارده في الحفله يا كريم؟ مبسوط جدا. عايز تقول ايه بقى؟ مبروك وربنا معاك يا محمد صلاح، بس كده. مع محمد صلاح بس؟ هو مثلا الاعلى الحضري، يعني هو بيحب الحضري جدا. النهارده طبعا حدث كبير، كاس العالم بيزور مصر، عايزه اعرف منك يعني تعليقك على الحدث ده ورايك في احتفاليه النهارده. طبعا الكاس ده ثالث مره بيزور مصر. بالنسبه لي انا اول مره احضر، طبعا اول ما عرفت ان الكاس جاي قلت انا لازم اروح اشوف كاس العالم اللي كل انديه العالم بتلعب عشان تاخده. الايفنت النهارده حلو جدا، في ناس كتير يعني بلوجرز وفنانين ومغنيين وكل حاجه، وكمان الميوزك فيه حلوه واورجنايزد جدا، فانا بجد مبسوطه جدا بالايفنت ده، وبجد مبسوطه ان انا شفت الكاس واتصورت معاه. الايفنت حلو جدا، ومبسوطه يعني ان كاس مصر كاس العالم في مصر ان شاء الله. شايفه النهارده ان في زحمه وفي ناس كتير حاضره؟ انا مبسوطه جدا بالايفنت، منظم بطريقه كويسه جدا، وفي ناس كلها متجمعين وكلنا صاون مع كاس العالم، فدي حاجه كويسه جدا يعني. جه النهارده عشان احتفال كاس وصول مصر لكاس العالم، طبعا ده يوم جميل جدا ان احنا وصعدنا لكاس العالم، وجايين نحتفل بقى احنا والشباب كلها، لان فرحه كبيره للمصريين عامه كلهم ان احنا وصلنا لكاس العالم. عايزه اعرف شعورك وانت بتحضر النهارده يوم عظيم زي ده. ده من اجمل ايام حياتي طبعا، ان انا حضرت صعود مصر لكاس العالم واتصورت مع كاس العالم، واحتفال كبير من شركه كوكا كولا ان هي قدمت المجهود الكبير اللي عملته النهارده في الحفله ده. اكيد حدث كبير زي ده النهارده ان كاس العالم يكون هنا على ارض مصر حاجه كبيره جدا. تحب تقدم ايه رساله للمنتخب من المكان ده النهارده؟ بقول للمنتخب احنا فرحتنا كبيره كمصريين ان ربنا قدرنا ووصلنا للمرحله ديت، وبندعي ربنا يوفقكم وترفعوا راس مصر في المجال بتاعكم زي ما اخواتكم على الجبهه رافعين راس مصر في المجال بتاعهم. اكيد طبعا وصول كاس العالم النهارده على ارض مصر ده حدث كبير، احكي لي بقى ووصف لي شعورك النهارده. اكيد طبعا ده يوم سعيد جدا ليا والمصريين كلهم ان كاس العالم يجي مصر، واحتفال وسط احتفال المصريين كلهم بيوم زي ده هنا، فده تدعيم كبير جدا لكاس العالم، وان شاء الله يكون فرصه كويسه للمنتخب في كاس العالم في روسيا ان شاء الله. طيب رسالتك ايه ليهم النهارده من هنا؟ رسالتي ليهم ان شاء الله المنتخب هيأدي فرصه طيبه في روسيا، وان ربنا يوفقه وان شاء الله في تقدم ان شاء الله. اخبار نيه.